الخير حبايبي من قناة ميرو، بحييكم قناة ميرو للمعلومات والطبخ. النهاردة هنقدم المعمر، فأنا بسلق اللحمة الأول وبستخدم الشوربة بتاعت اللي هي طالعة اللي هي من اللحمة في عمل المعمر برضو بجانب اللبن. فأنا ببتدي دلوقتي أسلق اللحمة. انا بشوحها الاول في سمنه، وحطيت ورق لورا وحبهان وواحده مستكه وقرنفل، وبشوحها. بحب ابقى الريحه طبعا عشان الريحه بتاعتها تبقى حلوه واخده اللون الاحمر، بحطها تتشوح شويه قبل ما اسلقها. حبايبي انا خلصت تشويح اللحمة، طبعا دي بعمل لها صدمة اللحمة مع السمنة، وهجيب مية عشان تتسلق اللحمة وتاخد السوا بتاعها. هبتدي بقى احط المية واسوي اللحمة نص ساعة كده لغاية ما تستوى ونقفل عليها. حبايبي هنبتدي نعمل معمر. هنجهز 2 كوب من الرز المغسول مش منقوع، ونصفي المية بتاعته. هنحضر 3 كوبايات لبن، وعندنا ملح، معلقة ملح وسكر، وبحط شوية فلفل اسود، معلقة سمنة، معلقتين سمنة بس، انا ده لتغطية الصينية الأول، و كوباية زبادي كبيرة، ونبتدي نجهز المعمر. هنبتدي نحط السمنة ونفرش في الصينية. أنا كله في صينية واحدة، هنقع الرز فيها هدخل الرز برضو في الفرن في الصينية دي، نفس الصينية دي اللي هتدخل الفرن. بعد ما فرشنا الصينية بالسمنة، هنحط بقى الكوبايتين الرز، وقلنا الكوبايتين مش منقوعين، الرز مش منقوع، المية بتاعته متصفية، و هنحط بقى 3 كوبايات لبن، لازم اللبن يكون أعلى كمية اللبن أعلى من الرز. بعد كده نحط الزبادي. الزبادي فايدته انه بيطري الوش بتاع المعمر. نحط السكر والملح والفلفل. نحط السمنة، جزء من السمنة اللي هتتقلب،
نحاول بقى نقلب كله عشان الملح والسكر يتقلبوا كويس. بعد ما نقلب كل حاجة مع بعض هننقع الرز واللبن والزبادي وكل حاجة والسمنة. وبعد التقليب الكويس طبعا لازم نتأكد ان كل حاجة متقلبة، وندوق برضو ملح، هل الملح كويس ولا لأ، وهننقعهم قيمة نص ساعة، من نص لساعة، ونجيلكم حبايبي هنراجع معاكم احنا عملنا ايه. احنا حطينا كوبايتين من الرز المغسول مش منقوع، وحطينا 3 كوبايات لبن وكوباية كبيرة زبادي عشان تطري الوش، وحطينا سمنة، دهنا سمنة للصينية اللي هتدخل الفرن، وحطينا على الوش سمنة، وحطينا ملح وشوية فلفل وشوية سكر، معلقة سكر صغيرة، وحطينا. انا لما دقت الملح لقيت ان هو محتاج، فحطيت حتة ماجي برضو على شوية شوربة من اللحمة اللي انا سلقاها، وحطيتهم على يعني ربع كوباية معاها حتة ماجي عشان قطعة الماجي دي تقدر تفك مع الشوربة السخنة. هنقع بقى كل ده لمدة نص لساعة. أصدقائي رجعنا لكم بعد نقع الرز مع اللبن مع الزبادي مع السكر والملح وشوية فلفل وسمنة، و حطيناهم في الصينية، و احنا هنعمل النهاردة المعمر باللحمة. فبعد ما احنا سلقنا اللحمة الأول شوحناها في سمنة وحطينا ورق لورا وحبهان ومسكة وقرنفل وشوحناها، وحطينا مية مغلية عليها عشان تغلي، وطبعا لو كان في ريم هتشيلوا ريم. بعد ما استويناها نص سوا هنحطها في الصينية. احنا حطينا كوبايتين رز بلدي اللي هي مصري، عليهم 3 كوبايات لبن، لان احنا بنعاير ازاي الرز. الرز لو حطيتي 3 كوبايات رز بنحط طبعا مصري، بنحط 4 كوبايات لبن. انا حطيت 3 كوبايات لبن عشان انا حطيت 2 رز مصري. انا سخنت الفرن زي ما قلت لكم قبل كده، لازم نسخن الفرن قبل ما نحط الصينية. هنحط على الوش سمنة، انا ما عنديش قشطة، وان شاء الله يعني هتشوفوا ان مش ضروري قشطة، لان انا ممكن فبحط سمنة على الوش، وطبعا الزبادي هيقوم بكل انه هيطري، وفي نفس الوقت بيدي وش كمان مع السمنة. ندخل الصينية بعد ما ولعنا الفرن 10 دقايق، هندخل الصينية. أصدقائي طلع المعمر من الفرن، ريحته تجنن وشكله يجنن، اما يبرد ان شاء الله نشوف من جوه عامل ايه. ودي كان يعني النهاردة اللي عملنا المعمر باللحمة. ممكن نعمل المعمر بالحمام بالفراخ كمدفونة كده جوه المعمر. أصدقائي خرج المعمر من الفرن بعد
نص ساعة، وريحته كانت تجنن جدا يعني. و انا طبعا حاطه لحمه جوه المعمر. ممكن اي حد بقى يعمل بدل اللحمه، يعمل فراخ، يعمل حمام، يعمل اي حاجه انت ممكن ان انت تدفنيها جوه المعمر. والى اللقاء في حلقه قادمه مع قناه ميرو، ميرو شانل، قناه ميرو للمعلومات. وأحييكم وإلى اللقاء. I'm here.